اوريكم حاجه ظريفه قوي، ماكينه قهوه بتتباع. السلام عليكم. كان اي ميك لايف اون تيك توك ها عادي، لكن هنا في البحرين ما توقعش انه ممنوع. يعني ليش ممنوع؟ شنو انت بتسوي؟ طب انت بتصورها يعني؟ اي بصور بس الماكينه، بس انا معايا ناس في اللايف بيحبوا يشوفوا الحاجات دي. فدي فيليبس. فيليبس فيليبس. طيب ويل يو اكسبلين لين اكسبلين فور مي ان عربيك؟ عربيك اور انجلش؟ نو بروبلم. ها انجلش هو بيشرح لك أفضل. انت تشرح لنا انت. شنو طيب. طب انا عايز اشوف، عايز السعر هو اوريها لكم دلوقتي، بس خلينا نشوف المكنه بتاع القهوه دي. السعر هاي بيكون سعرها أيوه. هو بدل 400 دولار في البحرين بيكون سعرها 375 في شرف دي. مش فاهم السعر هاي بيكون هنا عندي، هنا عند الوكيل بيبيعها ب 400 دولار دلوقتي ب 375 اللي هو 3750. تمام. هاي الموديل هي بتكون خمس برامج. خمس برامج يعني خمس، بتعمل خمس انواع. خمس انواع من الكوفي، اللي هو الاسبريسو، الاسبريسو كوفي امريكانو كابتشينو لاتيه ماكياتو. تقدرون تسوون فيها بعد الهوت ووتر، يعني ميه سخنه بس. ميه سخنه. طيب بالنسبه حق الليفل مالها تقدرون تتعدلون الليفل على حسب ما تفضلوا. خلينا نقول نعطيكم مثال الحين على الكابتشينو. هذا يعمل لنا كابتشينو. طيب تختار الكابتشينو بس ضغطه واحده قبل ما تبتدي انت بتختار، انت تحب الكابتشينو يكون طعمه قوي ولا ميديوم ولا يعني انت لو. بتحدد البن، بتحدد البن قوته قوته ولا هو مستوى الكوب اللي انت بتخليه، اللي هو ده حجم الكوبايه. وهاي كميه الرغوه بتكون، الرغوه ولا السكر ده؟ الرغوه. الرغوه الرغوه ما فيها سكر اصلا. لا السكر اذا انت حابب نضيف احنا خارجي، نضيفه خارجي. هم ماشيين على الستاندر يعني. الستاندر ممتاز. يعني خلينا نقول كابتشينو. انت تفضل شنو؟ انا احب اشرب كابتشينو. كابتشينو سترونج ولا ميديوم؟ سترونج. بيتشوكو ويزود شوكو؟ وزود شوكو. خلاص اوكي. وضغطة واحدة بس. ضغطة واحدة هي ده بينزل الحليب؟ الحليب بينزل من هنا. هو هي بتحط لها حليب سائل، حليب عادي يعني؟ حليب عادي اللي هو ده، مش حليب بودرة يعني؟ لا مو بودرة. حلو ممتاز. حتى لو خلينا نقول لو فات او شيء تقدر. يو كان بوت بينز، يو كان بوت باودر، بوت. ممتاز. يعني انت بتحط البن هنا، بتجيب النوع البن اللي انت عايزه سواء فاتح او وسط او غامق. ايوه. وتحطه. خلينا نشوف ايه. حاليا احنا البن اللي مستخدمينه اللي هو البوجوتا ميديوم كوب. طيب تمام. خلينا نشوف بقى دي اللي الحليب متفوم دلوقتي. الحليب بيخلص الحليب عقب بيبتدي يخلل. تمام. بتاخد وقتها برضه. لازم تصحى. ممتاز. ايه رايكم يا جماعه في الماكينه دي؟ الكوفي باحسن درجه حراره مناسبه. دي مش اسبريسو. كابتشينو. انا بقول له، في واحد بيقول لي تمام كده كابتشينو. بن، البن مع الحليب، الحليب الطبيعي يعني مش حليب بودره ولا حاجه. دي ميزه جدا، مميزه جدا. ده نوع البن اللي هم استخدموه. مش عارف هو منين حته. بوجوتا اتوقع. بوجوتا. بوجوتا دي اللي هي دي اللي دي موديل تاني. هاي موديل ثاني. هاي في بيكون فيها برامج اكثر. برامج اكثر. لا هو مشروبات اكثر. هاي 12 مشروب. وبيكون بالنسبه حق ذي الموديل فيها اللي هو بروفايلنج حق كل شخص. مثلا حق اربعة اشخاص عندك تسوي بروفايلنج خاص. يعني دي الخيارات اكثر. ايه. خياراتها اكثر. طيب دي سعرها قلنا كام؟ 375. 375 يعني 3750. 3750 بس في شغله لازم اوضحها بالنسبه اذا انت بتشتريها من هني. ما بتشتغل في السعوديه. ليه بقى؟ لان تردد مال كهرباء في السعوديه يختلف على البحرين. هنا كام؟ 60. هني 50، في السعوديه يكون 60. 50 يعني تشتغل في مصر. مصر تروح. انا كل متابعيني من مصر. خلاص يعني مصر. كل اللي موجودين دلوقتي من مصر. ثلاث. طيب يعني يا جماعه يعني كلهم راح يشتروها؟ خلاص ان شاء الله المصريين كلهم ان شاء الله. احنا عندنا الحمد لله 100,000 متابع يعني ان شاء الله. الله يكرمك. بصوا يا جماعه 3750 اضربها في 8 بقى، اللي يسال عن السعر. 3750 اضربها في 8. تمام.
دي العلبه اهي. سيريس مالهان 3200 سيريس ده الموديل بتاعها بصراحه حاجه حلوه جدا. والراجل عمل لي ده فري طبعا. ها لا هاي فري خلاص. طيب الراجل عمل لي كابتشوني كابتشينو فور فري. شكرا جزيلا. شكرا حياك الله. طيب